السلام عليكم أزول، بونجور. نتمنى تكونوا على خير، نتمنى تكونوا دوزتوا السنة الأمازيغية على خير والسنة الميلادية والهجرية إن شاء الله اللي جاية. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد طاجين ديال اللحم البقري بسلاوي. نبداو المقادير على بركة الله. عندي هنايا 475 غرام ديال اللحم، عندي هنايا واحد السلاوية عندي متوسطة قطعتها غسلتها ونقيتها شوية، قطعتها طريفات صغار على هذا الشكل. عندي هنا واحد البصلة كبيرة، عندي هنا ثلاثة ديال المعالق كبار تاع زيت الزيتون، عندي هنايا الزيتون وعندي تقريبا هنايا 100 غرام ديال الزيتون ولا ما كاملاش 70 غرام 100 غرام هكا ديال الزيتون، ونص حمضة صغيرة مصيرة، عندي واحد ملشة قطعتها طريفات صغار، عندي هنايا القزبر والمعدنوس وثلاثة على صوص تاع الثومة، عندي هنا شويه تاع الخرقوم البلدي وعندي شويه تاع التحميره وشويه ديال السكينجبير وشويه تاع السكينجبير، عندي شويه تاع الابزار والملح والطاجين. نبداو الطريقه على بركه الله. كنديروا الطاجين تاعنا فوق النار، كندير الزيت الزيتون مباشره، كندير البصله، كندير غير نص تاع الكميه، النص الاخر نديرو فوق اللحم. كنخليها واحد شويه غير تبدا تسخن الزيت ونحط اللحم فوقها، كيما تبدا البصله تاعنا تبدا تشحر كنديرو العطريه، السكنجبير والخرقوم والتحميره. كنجيب اللحم تاعي ونديرها فوق هكا، نسد عليه شويه غير بين ما تحمر باش ندور، بين ما تدوزو مزيان ديك العطريه ندور ثاني العطريه في اللحم ونرجع معكم. من بعد ما دورت هذيك العطر هذيك اللحم في العطريه، كندير شويه تاع البصله شويه ديال الابزار مع الملح مع ما درتوش من تحت تاع العطريه. كنجيب البصله الاخرى اللي بقات عندي كنكملها فوق الطاجين على هذا الشكل، كنستفها كامل هكا على الطاجين. الطاجين كنقص ليه، كنجيب مطيشة اللي قطعت نزل شوية هكا باش طلق لاصوص تاعها تحت، وشوية ديال القزبر والمعدنوس من الفوق. صافي، كنقص الطاجين ديالنا وكنخليه حتى كتبدا اللحم تقرب طيب، عاد كندير السلاوي. السلاوي دغيا كيطيب ما تيتعطلش في الطياب، وندير الزيتون والحمض المصير. من بعد هاد نخليو الطاجين تاعنا على عافيه مهيلة قريبا ساعه تاع المكنه ونرجعو. نسيت ما قلت لكم باش نديرو الثومه، الثومه نديرها في الفوق شويه هكا، الثومه تاعي نطحنها. سدي الطاجين قبل ما ندير الثومه، عاد بانت ليا
صافي عليها الشكل، وكنقص الطاجين ديالي باش هذيك البصله واللحم وما تاشي كتطلق الماء ديالها، كنقص ليه ما نزيدش ليه الماء ما والو. من بعد ساعه نتلاقاو باش نكملو نديرو السلاوي والحامض والزيتون وشويه تاع المعدنوس والقزبر. من بعد ما دازت ساعه على اللحم ديالنا وهي كطيب، كنجيب السلاوي تاعي وكنبدا نستفو في الطاجين على هذه الطريقه. كنكمل الطاجين ديالي كامل بهذه الطريقه. الا عندي شي بلايص خاويين ندخل نزير فيهم هذا السلاوي. كنجيب الزيتون ديالي كنديرو من كامل الوسط، كنجيب هذاك الحامض المرقد كنديرو هكا حتى هو، شي تاع القزبر والمعدنوس اللي بقاو ليا. الملح والابزار درت شويه لتحت، ندير من الفوق ما درتش ليه الملحه مزيان. كنردو يطيب حتى كنطيب تطيب لينا هاد الخضره وطيب اللحم مزيان، ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما دازت ساعه ونص هذا هو الطاجين تاعنا كيجي على هذا الشكل. بالنسبه للناس اللي ما بغوش فيه حتى هذيك الخضره كلها طلقات الماء، تخليوه باقي تزيدوا ليه واحد ربع ساعه وتخليوه ديروا معلقه باش يخرج منه الهواء يتبخر. اللي بغى هكا راه صافي ساعه ونص راه قاده تكون غير العافيه مهيله. نتمنى يعجبكم الطاجين ديالنا، ولا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. حتى المره الجايه ان شاء الله مع وصفه جديده. باي باي. Thank you.